تاكسي يا أمورة. برضو أنت؟ برضو أنا، دايما أنا. اتزحلق بقى أحسن لك. مقدرش، باجي لحد عندك وفرمل. اجري يا شاطر، أحسن صاحب العربية يكون عاوزها. حلوة بشكل. كوبا بشكل. يوه، تاكسي تاكسي. ايوه جاي. مش ناوية تنفعينا؟ وبعدين معاك بقى، انت كل يوم تعمل لي الحركات دي. عاوز اخدم اوصلك. وبعد ما توصلني احاول اوصل لقلبك. لقلبي؟ لا يا حدق، ما عطلكش، شوف لك قلبي تاني. طعمه بشكل، ضربه بشكل. تاكسي تاكسي تاكسي. التاكسي فاضي، صاحبه فاضي وقلبه فاضي. طب وانا مالي؟ وهون عليكي. يوه، مش تشوف لك شغلانه غيري بقى. انا قلبي عليك، هتتاخري عن شغلك. مسكتني من ايدي اللي بتوجعني. اديها لي بوسها. توصلني بس على شرط. اموري. ادفع لك اجره التاكسي. ده انت زبونه لقطه. اتفضلي. وتسوق بادب. حاضر، هسوق وانا مربع ايديا. اتفضلي. اهلا اهلا. حظك كويس، لو ما كنتش خايفه اتاخر عن الشغل لا يمكن كنت اركب معاك. يا رب المواصلات تفضل زحمه على طول. انما انت ايه حكايتك؟ كل يوم راكب عربيه شكل. اصلي لازم اغير العربيه حسب لون البدله. يا سلام، والعربيات دي كلها بتسرقها منين؟ حلوه دي، انا عندي بدل العربيه 10. ما هو الحرامي له نص البلد. ظريفه بشكل. وعندك كم عربيه بقى يا كتكوت؟ من غير عدد وشرفك يا كتكوته. اسمع، احلف بشرفك انت. طب بشرفي انا، عربيات عدد شعر راسي. ليه؟ مليونير حضرتك؟ ومش عارف اودي الفلوس فين. مش بطل. اما انا قليل الذوق صحيح، نسيت اعرفك بنفسي. رأفت توفيق، شاب لقطه، قيمه وسيمه، شباب وعذاب. يا ضنايا، وليه العذاب؟ عذاب القلب اللي ناقصه الحب. الدنيا في ايدي لكن فاضيه عليا. ما انت كويس اهو، بتعرف تقول كلام حلو. مش مهم يكون حلو، المهم انك تصدقيه. مصدقاك يا اخويا، اصل انا سحزك. انتي؟ ده انتي دوختيني. اسبوع وانا بحاول اكلمك تصديني. جمعه بتقلب على جمر النار عشان اركبك معايا تسوقي عليا القلاطه. بالعكس، انا ما عنديش قلاطه، انا سبور جدا وعشريه خالص وواخده حريتي على الاخر. امال ليه كنت بتصديني؟ ما كانش في سابق معرفه، ازاي اركب مع واحد معرفوش؟ عندك حق. يا سلام، انا فرحان بشكل. وليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ عشان لقيت التيب بتاعي، نص التاني اللي يحب عيشه الحريه زي الطيور بين الاغصان. حاسب. دوختيني، توهتيني. بص قدامك وارغ زي ما انت عايز. حاضر. حاجه غريبه، تصوري حبيتك اوام اوام من قبل ما اعرف اسمك ولا عنوانك ولا اي حاجه عنك. اسمي شهيره، بشتغل في فرقه استعراضيه، ارقص واغني والعب اكروبات وعندي 19 سنه. ماهيتي بقى 25 جنيه في الشهر. نفسي ومنى عيني ابقى نجمه سينمائيه لامعه. تحب تعرف ايه كمان؟ يا خبر اسود. ايه؟ طعمه بشكل؟ لا، لمضه بشكل. على العموم حظك من السما، لقيت الانسان اللي هيطلعك سلم المجد. مين بقى؟ حضرتك؟ العبد لله. كل بتوع السينما اصحابي، مخرجين، منتجين، مؤلفين، ممثلين، صحفيين. جد ولا بتفشر؟ جد، ومستعد اثبت لك الليله لو حبيتي. طب اثبت لي. يا سلام، انا بالصدفه عازم الليله دي 6 مخرجين في استيريو ميرامار، مستعد اعرفك عليهم. مش كده وبس، وافرضك على كل فيلم ده لو قبلت دعوتي. اسمع، استناني الساعه 11 مطرح ما ركبتني. هتلاقيني مستني على نار الشوق.
11 شيش بيش. الرشاقة 10 على 10، خفة الدم 10 على 10، الحداقة 20 على 10. يا الطاف الله يا الطاف الله، شايف وانا حاسس كورتين؟ شايف وانا معلم لا مؤاخذة، شايف ايه؟ البنات زي اللوز المقشر. نظرك في محله يا معلم، مفيش ولا واحدة وحشة. ما هم الوحشين اتجوزتهم انا اف. وانا ذنبي اف؟ قول يا معلم، حد قال لك تروح تتجوز أربعة غفر؟ كبستني. استحمل يا معلم، خليك سابعك. امال فين البت الليونه اللي انا قلت لك انها دخلت مزاج؟ بوزه. بوزه زمانها جايه يا معلم. حجات اتفضلي. مساء الورد يا معلم. مساء الفل والنرجس والجمال. انا اسفه قوي يا معلم، اصل المواصلات. شوفي بقى، احنا شغلنا بريبيكس وما نحبش الحال الماي. وبتشخط ليه؟ عشان انا المعلم، اشخط وانطر على كيف. ميه مسا يا معلم. مش بقول لك البنت خيشك وقلبي. وانا ذنبي ايه بس؟ دبرني يا ده سكرتيه. تدابير لله يا معلم. كيف الوصول اليها؟ شخشخ لها بالذهب تيجي برجلي. عليك نور، اسبقني انت على البيت. على البيت. خد معاك 2 كيلو كبد وكلام. كبد وكلام. والخضار بتاع بكره وقفص مانجا. قفص مانجا. ورسته القعده. القعده. قولي هو الدور على مين الليله من زوجاتنا الماسونيين؟ على الست جمالات. يا لطيف. ليه بس يا معلم؟ الست جمالات مسمسمه وفيها ملامح منك. انت شايف كده؟ انا بعد ما اشرب 3-4 كونياك بشوف كل ستات زي القمر. خلاص. يبقى خد معاك ازاز الكونياك، يمكن الوليه تحلو وبودره قادر. واجب. اسمع. قولي سنيه وحسنيه وفريالي يتخمدوا قبل ما اجي، ما يقعدوليش كده زي العمل الراضي. ماشي. سعيد. واحد اتنين واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد. ستوب. الحركة التانية. واحد اتنين واحد اتنين تلاتة أربعة 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 واحد اتنين تلاتة أربعة. بدر يا اسراء، اعصابك يا سي حلمي. تخليت في ايه اعصاب؟ ده بتتصرمح مع عربيات الزباين مع البنات بتوعك اما وقفت حنة. انا بتصرمح؟ طب ده انا النهارده اشتغلت شغلي. كفايه بقى، شبعنا من الهجص بتاعك ده. كانت الشركه مهببه. معلش يا ابو الاحلام، بكره تندم على الكلام ده. ده انا لسه موقع لك زبون لقطه، هياخد العربيه دي باربعه ونص، بس خدها افرجه عليها. رأفت، ما كنتش هتبطل العيب بتاعتك دي؟ هتقول لامي مش كده؟ قديمه. لازم في حاجة جديدة النهاردة. عرفت منين يا ماما؟ عشان آخر واحدة كانت عندي النهاردة نمرة 11. البت عليا؟ طبعًا اشتكت لك مني. زي اللي سبقوها؟ أنا ذنبي إيه بس يا ماما؟ كلهم بيسقطوا في الامتحان. لكن الليلة عندي أمل كبير إن شهيرة هتنجح بامتياز. امتحانات إيه بس يا ابني؟ حرام عليك يا رأفت، دول بنات ناس. وأنا يا ماما بعمل حاجة عيب؟ أنا بخطب عشان أتأهل، عشان ترضي عني وتدعي لي. مش هي دي الطريقة يا ابني. بالعكس يا ماما، دي أضمن طريقة للجواز. البنت اللي تعجبني أتعرف عليها أوام أوام، أتفسح معاها وناخد على بعض وبعدين أمتحنها. مفيش فايدة منك، هتفضل تعبني ومعذبني معاك لحد إمتى؟
انا معذبك يفرمني ترماي. حيرتني معاك يا رأفت، تعليمه ما كملتش، شغله ما اشتغلتش، افتحي لي محل اوتوموبيلات يا ماما نفذت لك طلبك وبرضه ما فلحتش، حتى اخلاقك ما تتصلحش ابدا. ماما احلف لك بايه وحياه ماما اوعدك بشرفي ان حمشي دغري زي الالف. امتى بس؟ لما شهيره تنجح في الامتحان. I love you. كان بدي اقول لك كلام كتير راح مني، لكن بصي في عينيا تلاقيهم يترجموا لك اللي في قلبي، يشرحوا لك حبي. بصي في عينيا. بصيت. شفتي ايه؟ مليانين كده ليه بس؟ فين الستة المخرجين؟ ها؟ زمانهم جايين. خلينا هنا هايمين في بحر الشوق يا روحي. روحي هتطلع. You love me. بشكل. انت لسه شفت حاجة يا حياتي؟ اكتر من كده؟ يوه بزمان. انا بس حبيت اوريلك عينة عشان تتكلم مع المخرجين بقلب جامد. فكرتيني، على اذنك هستعجلهم بالتليفون. الو العجمي، انا رأفت عبد الحميد. اسمع، احجز لي الاوضه بتاعتي بكره. ايوه في جو جديد. شكرا عبد، مع السلامه. اسف مش هيقدروا يجوا. مالهمش حق، اصلهم سهرانين في العجمي وحيباتوا هناك. وبعدين خدت منهم ميعاد لبكره، هنطلع لهم العجمي سوا انا وانتي وبس، بعيد عن الناس في جزيره في وسط البحر. الحب يجمع بين قلوبنا. اصحى يا نايم. ايوه يا فندم. واحدة شادر من فضلك. لا شادر ليه؟ عشان تفوق. تضحك ليه؟ اسف. بكرة ضروري. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. ألف سلامة و100 مسا على العيون الكويسة، وألف تحية على البيه أبو عربية. خد يا سيدي. يكبر بخاطرك وياخد عدوي. كام دول؟ 10 15 25 ربع جنيه وأعمل بوقي بس. توب علينا يا رب من الصيف وبلاويه واللي بيجرى فيك. سعيدة. سعيدة فين أنا؟ جوه. ايه ده؟ انت لسه عايش؟ كبه اياكي تحشي الباب ده تاني. اموله اموله. ايه يا وش؟
باركيلي هنيني ألف نهار أبيض. على إيه؟ علقته. هو إيه ده؟ الوادي اللذيذ اللي كان بيستناني كل يوم على الناصية بعربية شكل. فرحت لك قوي. وطبعا سهرتي مع الليل، سهرني حتة سهرة وكذب عليا كده. لا يا شيخ. قال لك إيه؟ قال إيه؟ عنده عربيات عدد شعر راسه، وعمارات كل عمارة تنطح التانية، وفلوس ملهاش أول ولا آخر، حتة دين في الشر. المهم هنفرح بيكي إمتى؟ ما تردي يا شقية. جواز يعني؟ أو ما توسعي مخك شوية يا بنت خالتي. حد بيتجوز دلوقتي؟ الجواز ده بقى متعة وجيزي، حبس حرية وهم وغم. امال آخرة الهنكرة دي إيه؟ أنت يا وش؟ أيوه معاكي على الخط. آخرة الهنكرة يا ستي برضه هنكرة. أنا مش فاهماكي وعمري ما هفهمك. هي الدنيا هنكرة وبس. المهم إن إحنا ناخد من الدنيا ألذ ما فيها، حب، ضحك، شهرة، فلوس. مين اللي فتح الشباك ده تاني؟ الهوا. طب اقفليه. مالك سرحانة في ايه؟ يا شهيرة اشمعنى؟ خايفة عليكي قوي. من ايه يا روحي؟ من الذئاب البشرية؟ ما تنسيش اني مسؤولة عنك قدام خالتي. ما تخافيش عليا يا امل، انا مصحصحة قوي. والست خالتك نفسها اللي هي والدتي يعني مش مهتمة بيا قوي زيك كده. شهيرة ما تظلمهاش. لو كانت امه وحاسة ببنتها الوحيدة ما كانتش اتجوزت قبل ما يفوت سنة على موت بابا. برضو ده مش سبب يخليكي تدوري على حل شعر. مش احسن ما اعمل زيك واجري ورا راجل متجوز؟ شهيرة هي كلمة الحق تزعل؟ ابدا. هزعل من ايه؟ انا عارفة ان محمود متجوز وعنده اولاد، لكن بيحبني ما يقدرش يستغنى عني. عشان كده عايزة تخطفيه من مراته وولاده؟ ابدا اخطفه، ده هو اللي محتاجلي وانا كمان محتاجاله. راجل في مركزه اي بنت تتمناه. الا انا متهيالي الراجل اللي متجوز ده سكند هاند. احسن من مفيش. مش احسن ما الواحده منا تبقى زي نور عانس حياتها عذاب ومستقبلها ضلمه؟ من الحق رجاء بعتت التلغراف بتقول انها جايه بكره الساعه 8 بالليل. وعكنات اهدي بقى. ليه ما بتحبهاش؟ ازاي ما بحبهاش؟ بس هي واخدها جد قوي. بكره تمسك لنا العصايه وتعمل علينا مدرسه. تصبحي على خير. تصبحي على عريس. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير يا سيد. سيادة المدير مبدر النهارده. هو وصل من ربع ساعة. في حد معاه؟ الباشمهندس شكري. غليت الحقنة كويس؟ أوي. طب هاي لو أدخلنا التعديل البسيط ده على الماكينات هيزيد الإنتاج بنسبة 30%. ادخل. وتقل المصاريف بنفس النسبة. ما هو لسه بدري. الساعة لسه 9 يا فندم. ولو المفروض تكوني هنا قبل أنا ما أوصل. حاضر يا فندم. اتفضل. أنا موافق يا باشمهندس. نفذ التصميمات دي فورا. حاضر يا فندم. ربع ساعة تأخير. عندك غرامة كبيرة. كم يا سيادة المدير؟ شوفي انت بقى. خالصين؟ لا لسه، يبقى لي عندك كتير. تحت امرك يا سيادة المدير. لكن ايه اللي جابك بدري النهارده؟ عايز اعمل شوية ترتيبات. بخصوص حفل التكريم للخبير الاجنبي اللي هيوصل النهارده. كنت عايز اخد رأيك قبل ما اعمل اي حاجة. تحت امرك. وتحب نعمل الحفلة فين؟ عندي في البيت. في بيتك؟ أيوه.
بس تحت اشرافك. عاوزني اجي عندك في البيت. وليه لا؟ سكرتيرتي ومديرة اعمالي، ولازم تشرفي على الحفلة وتعزمي كل اصحابك كمان بالامر. حاضر يا فندم، بس من غير احراج. بالعكس، انا يهمني تشرفي بنفسك على كل حاجة، البوفيه، برنامج الحفلة، الضيوف، وانا. وانت كمان طبعا. يعمل ايه محمود من غير امل؟ مين يملى فراغ محمود من غير امل؟ نعمل بقى كشف بالطلبات. كشف الطلبات. شهيرة. شهيرة مين؟ بنت خالتي بتشتغل هنا في فرقة استعراضية، هخليها تقدم لنا بروجرام هايل. جالك كلامي؟ كنت هعرف اعمل انا كل ده من غيرك؟ كان بدي اقول لي كلام كتير. ما انت قلتها امبارح دي كده. طب بلاش دي، في يوم وليله يتشقلب كياني اوام اوام بالشكل ده. اسرح اسرح. انا واصحى الاقي حبك بيجري في دمي. ليه شيف؟ دقات قلبي بتقول شهيره شرشر. بس بس كفايه كده النهارده. لكن انا لسه عايز اقول، عايز اعبر عن اللي في قلبي. خلي شويه لبكره، احسن انا مستعجله قوي وعايزه الحق البروفه. امرك. تسمح تقفل لي السوسته؟ عينيا. يلا بينا بقى. يلا يلا. حاضر. لازم البروفه يعني؟ الله. ييه زرقنت. ملهاش حق، زغزغها. ازغزغها. مفيش فايدة، أنا عارفها لما تزرجن. طب وبعدين؟ طيب لو ما لقيناش تاكسي وصلنا هنعمل إيه؟ ناخدها موتور رجل. مش معقول، حرام عليكي. أمال إيه اللي تشوفه بقى؟ نستريح في اللوكاندا لغاية ما نلاقي تاكسي. طب ولو ما لقيناش تاكسي؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نبات هنا بقى وأمرنا لله. والله فكرة. يعني موافقة؟ جدا. بجد؟ طبعا. انت مش واثق فيا يا رأفت؟ ده انا اللي خايف، لكن انت مش واثقه فيا. بالعكس، انا من ايدك دي لايدك دي. يا روح على الطعامه. يلا يا حبيبي. هوا. ايوه يا فندم، دي اوضه كويسه جدا على البحر. شرفت. ايه يا عبد الحميد؟ ما جوش برضه؟ ابدا. بقى فاطين عبد الوهاب ما ضربش تليفون؟ ابدا. ولا كمال الشيخ؟ ولا كمال الشيخ. ولا هيتشكوك؟ ولا هيتشكوك. علامه ما تقلقش، زمانهم جايين كلهم حاجزين اوض هنا. عال، نبقى هنقضي سهره لطيفه جدا. ممكن تحجز لنا اوضه؟ ممكن تخليهم اوضتين؟ مع الاسف مفيش غير اوضه واحده فاضيه. ده الاوتيل كله فاضي يا استاذ. لكن كل الاوض محجوزه يا فندم. طيب خلاص، مصدقاك. ما تضايقيش نفسك، انا ممكن انام في اي حته. في الحمام. والله فكرتني، ده انا حتى عاوز اخد دش. هو ده وقته. امال عشان افوق لك. اوضه خمسه يا فندم. ميرسي، عن اذنك. عبد. شمبانيا يا ورده. خليها ويسكي، يظهر دماغها ناشفة قوي. مصطفى يا مصطفى. حمام الهنا. عقبال عندك.
سندوتشات لحسن حمود من الجوع. طلبت يا حبيبتي عشا ممتاز. مسائل ومفاجآت هتعجبك قوي. يلا بقى يا حبيبتي احسن، وحشتيني قوي. بلاش دوشة بقى، سيبني استحمى بمزاج. ادخل. ازيك يا مصطفى؟ لا خليك يا بيه، اي خدمات تاني؟ لا متشكر قوي. يلا حبيبتي بقى يا كتكوتة يا طعمة يا حلوة. يا بنت اللذينة ما شفتهاش، دي خرجت جري. راحت فين؟ بتقول رايحه اسكندريه. ازاي؟ موتور رجل يا اخي، انت راخر فايز. شهيره شهيره شرشر شهيره شرشر. نعم، مين بينده عليا؟ الله، اوبا، ايه اللي عملتيه ده؟ وانت ايه اللي بتعمله ده؟ اطلع على اسكندريه. اطلع ازاي؟ العربيه عطلانه. العب غيرها. عفريته بشكل. يلا بقى لحسن، اتاخرت قوي على البروفه. العربية دي مش بتاعتنا. بتاعتنا. واللي راكب فيها ده مش الواد رأفت. الواد رأفت. ومراكب معاه موزة. موزة. وبيفسحها على قفانا. على قفاكة. طب ما تدبرنا يا سكرتير. خد ولا مين يا معلم. هو أنت؟ أيوة أنا يا معلم، عن إذنك. كمان معلم الحتة بتاعتنا يا معلم. خليهم أربع تقلاب. جري. انت مستني ايدك عليا ولا ايه؟ يا نهار اسود. ستوب عندك. ايوه ستوب عندك. خد مفاتيح العربيه يا فهد. خدتها يا معلم. ايه اللي بتعمله ده؟ بهزر معاك، بناقشك يا ملح. سارح بالعربيه ليه؟ كنت بفرجها لواحد زبون. حيدي. خميني كمان يا حكيمين. ايف حكيم هو ايف صحيح؟ اه. الكيتم انت. بقى نركب عربيه جيب واسلمك العربيه عشان تبيعها. تقوم تفنطس بيها، اسلمك تاني. تقوم تتفسح بيها. اتهوى بقى. خد يا موتوريك. موتوريك. هذا بلاك. هذا بلاك. اتفضلي يا ست الحسن، شوفي شغل. تعال هنا قول لي، الراجل ده ايه حكايته؟ متعهد حفلات ولا بتاع عربيات؟ بتاع كله. بتاع كله؟ كله. يعني ايه؟ يعني الصبح متعهد شحن وتفريغ، الظهر معلم سمك وجمبري، بالليل متعهد ليالي وافراح. ايه ده كله؟ اه مال، تهليب وشطاره وفلوس متلتله. جد ولا بلامعه؟ جد الجد كمان. غني؟ ومش عارف يودي فلوسه فين، وبيستلطفك قوي. لا يا شيخ. صحيح. قال لي الكلام ده بعظمة لسانه. وحضرتك بقى السكرتير بتاعه؟ لا، أنا مدير عام أعمال بتاع كله، من أول ما نستفتح الصبح لغاية مساء المكتب بالليل.
ده انت على كده مهم جدا. ما عندكيش فكره. زعلت مني يا معلم؟ الواد ده سارح بيكي؟ ابدا والله ما لحقش. ده واد نصاب وملعب وخنفس وكل العبر فيه. تمام كده يا معلم، انا عرفته على حقيقته بس دلوقتي. طب تعالي اقعدي معايا شويه. تلميتي عليه منين؟ من على الكورنيش. قدر ولطف. تاخدي بق؟ لا يا معلم، ده ما يتشربش كده. يا واد يا نور. وامتى نشرب مع بعض؟ مش لما نتعرف على بعض كويس؟ امتى بس؟ وانت بتوصلني الليلة بعد البروفة. وبعدين؟ وبعدين بقى سيبنا فكر بقى. وجب مية بس يا معلم. مية نجم. البت لوحتني ولا فاهم. ما تلوح يا معلم. بجيب بقى يا معلم. بلاش يا معلم. أنا متشكرة أوي أوي. ده أنا اللي لازم أشكرك. على إيه؟ على ظرفك ولطفتك اللي رضيتي تخليني أوصلك. العفو يا معلم العفو. العفو إزاي؟ دي التوصيلة دي نستني هموم الدنيا. أنت عندك هموم؟ أمال الفلوس بتعمل إيه؟ فلوس؟ فلوس بتزود الهموم. يا حرام. صعبت عليكي؟ أوي يا معلم. إن شاء الله تكون معرفة خير. إن شاء الله. على مهلك. مين لسه بقى يا معلم؟ سعيدة. عجايب، الست هي هي والزبون غير الزبون. أجدع مسا على عينك كويسة. خد وحات والدك يا بلدينا، امسك الأشندة دي. مسكت الأشندة دي. نقي لك قلم من دول. هات. لا خد الشفرليت. خدنا الشفرليت. وده علشان إيه بقى؟ ده وحات والدك اكتب لي العلوان. إيه؟ العلوان يا افت. العلوان يا ايه؟ نكتب لك العلوان. طيب يا سيدي. اتفضل يا سيدي. كتبناها لك العلوان. تشكر. خد بقى اشرب الشاي. جاني اهو كده المفهوميه والانسانيه. تب علينا يا رب من الصيف وبلاويه واللي بيجرى فيه. والنور عملت ايه؟ زي ما هي. لسه ما حدش تقدم لها؟ ابدا، ما خلاص القطر فات. مسكينه. انا مش قلت لك 100 مره ما تفتحيش الشباك ده؟ الدنيا حر والشباك بيجيب هوا. امسكي. الحر اهون من اللقر على المكابر ده اللي مش لاقي معده تتجوزه. يا سلام. مين؟ رجاء. اهلا اهلا. على السلامه. الله يسلمك. خدي جايبالك دول. هلا. ازيك يا شهيرة؟ أنا بومبو والحمد لله. كنت فين طول النهار؟ شغلتيني عليك. ما تشغليش بالك، أصلي عايزاكي في حكاية مهمة. المهم دلوقتي آكل لقمة لحسن هموت من الجوع. زي ما هي جن مسوق. مش هتعقل أبدا. حضري العشاء يا نور. حاضر يا ست. أجي أساعدك يا أمل؟ اتفضلي خدي فريش. بكره هغديكم سمك. على حسابك؟ طبعا هصطاده بايدي. يبقى هنموت من الجوع. ايه انتي ايه حكايتك النهارده؟ النهارده يا ستي ابتديت قصه حب جديده مع حته دين راجل. انما ورد عليه فل عليه. ايه ده؟ هو انت كل يوم تحب واحد؟ انت مش لسه امبارح متعرفه بواحد جديد؟
ايه العك ده؟ الواد بتاع امبارح طلع اخر فتاكه، زحلقني في حته دي المطب. واتزحلقتي؟ لا، شغلت الفهامه وطلعت انا من المطب وزحلقته هو. وبعدين لقيت مين في وشي؟ المتعهد اللي جايب الفرقه من مصر، المعلم عزيز بتاع كله. بتاع كله؟ يعني ايه؟ يعني بتاع سمك وجمبري وافراح وليالي ملاح، واللي اهم من ده كله بتاع شحن وتفريغ، بيشحن فلوس ويفرغ فلوس، وناوي باذن الله كده يغرقني فلوس. امتى كانت السعاده في الفلوس؟ وامتى كانت السعاده في الفقر؟ لاحظي ان الرجاله مش هبل، اللي بيدفع جنيه عاوز قصاده حاجه. بالظبط، لازم يطالب بالثمن. ما تتنوروا بقى، الدنيا كده اخد وعطا. يعني ايه يا شهيره؟ يعني لما تقبضي لازم تدفعي كده بمنتهى البساطه. هي دي الطريقه اللي انت فاهمه بيها الدنيا؟ منك نستفيد يا طنط. الحياه مش مجرد متعه وتسليه ولعب، سعاده الدنيا انك تكافحي عشان توصلي الهدف، انك تلاقي الانسان اللي يحبك وتحبيه وتحطوا ايديكم في ايدين بعض وتبنوا حياتكم سوا لغايه ما توصلوا للي انتوا عايزينه. وعلى ما نوصل للي احنا عايزينه اكون عجزت وهكعت وبقيت كركوب، لا احس بطعم الدنيا ولا الحق اتمتع بيها. انت عاوزه تشقلبي نظام الكون، تبتدي من النهايه. معرفش والله، انا عايزه اعيش، عايزه اتمتع بالدنيا بكل ما فيها. ستوب، بس كفايه بقى. اسمعي يا شهير، انا عايزاكي في حكايه مهمه. ايه هي؟ الشركه بكره هتعمل حفله، وعايزاكي والنبي تعملي لنا بروجرام مسلسل. قوي قوي، بس امتى وفين؟ الساعه 8 في بيت المدير. محمود حبيب القلب، دمك تقيل. مين محمود؟ مدير الشركه اللي بتشتغل فيها، ميت في تباتيبه، مع انه عجوز ومهكع وبيلق ومتجوز وعنده 4 عيال. صحيح الكلام ده يا امل؟ تبي بتضيعي وقتك. مفيش فايده من الكلام، محدش هيفهمني ابدا. يلا جينا من الجوع. يلا كله. النبي يعمل الهديه. ايه يا عم انت؟ مش هي دي الموزه اللي انا قلت لك عليها؟ انا هي دي يا بلدينا، شقه الست شهيره. ايوه بس شهيره لسه نايمه. صحيها يا ست، قول لها السعد وعد. قولي لها مدير عام المعلم عزيز. بتاع كله؟ بتاع كله. اتفضلوا اتفضلوا. استاذ فهمي؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا ست، اهلا. ايه ده كله؟ رزقك ورزقنا، واللي يفيد منك هاتيه عندنا. انت غلبان كده ليه؟ خد امسك جنيه مقبول منك يا سيدي. توب علينا يا رب من الصيف وبلاويه واللي بيجرى فيه. المعلم بيصبع عليكي وبعت لك دول عربون المحبه. كل دول عربون محبه؟ امال ولسه المؤخر. هي فيها مؤخر كمان؟ ضروري، مفتاح السعد. مفتاح السعد ده يبقى ايه؟ حنفيه بتشر فلوس، تصرفي وتتمتعي وتفرقي على الحبايب كمان. قول لي يا فهمي. تحت امرك. هو المعلم متجوز؟ 4. 4؟ لا يعني قصدي 4، يعني 4 صنايع، شحن وتفريغ وسمك وافراح. قول لي كده. المعلم عايز يشوفك بعيد عن الشغل. بعيد عن الشغل؟ عشان يقولك على حاجات كتير. طب وماله؟ امتى وفين؟ بكره الساعه 11. دوق يا مزيكا. السلام عليكم. مع الف سلامه. السلام عليكم. مع السلامه، انا لسه مشرفه. السلام عليكم. مع السلامه.
تاكسي يا حلوه. عملت فيكي ايه؟ بتضحكي؟ شوفي لك طريقه فيا قبل. عايز نعمل لك ايه؟ اعملي اللي انت عايزاه، انا طلعت من نصيبك وخلاص، اتصرفي فيا، تشويني، تقليني، تعملي لي صينيه في الفرن. باين عليك ذكي جدا، عرفت تكلمني بطريقه دمها خفيف. وانت لسه شفتي حاجه يا حياتي، ده انا هعجبك قوي. بس ما عجبتنيش وانت ماشي ورايا بالعربيه. ها؟ عربيه ايه؟ مش انا، ده لازم اخويا اللي على البر. انت مش لسه مطلعاني من البحر؟ وقصدك ايه بقى من ده كله؟ قصدي شريف وقلب نضيف، بس يا خساره فاضي. قصدي كان فاضي لحد ما شفتك. حبيتك اوام اوام. قولي يا قبله، انت بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه واشتغل ليه؟ انا راجل غني قوي، مش عارف اودي الفلوس فين. ايه مش مبسوطه مني؟ لا، ما يعجبنيش الراجل اللي ما بيشتغلش. طيب اذا قلت لك اني بشتغل تاجر عربيات تبقي مبسوطه مني؟ ايوه. وتحبيني اوام اوام؟ لا. ليه بس؟ عشان كذاب. وانا لسه كدبت عليكي في حاجه؟ بتقول قلبك كان فاضي لحد ما شفتيني. دي ما فيهاش كده. مش معقول تكون ما عرفتش بنات قبل كده. هو يعني طبعا اذنك بقى، عشان وعدت اصحابي اغديهم سمك. وليه بس تتعبي نفسك؟ اشتري سمك وقولي لهم انك اصطادتيه. اسفه جدا، ما تعودتش اكدب زيك. وبعدين بقى في ايه؟ نازله فيا كبسه على ودنه. لحد ما تبطل كدب. خلاص بطلت. عرفت كم بنت قبلي؟ كتير، ما تعديش. ومنتظر اني اطمن لك. جربي، دخليني الامتحان. هيكون امتحان صعب قوي. هذاكر ليل ونهار لحد ما انجح. خلاص اتفقنا. يعني اشوفك الليله؟ لا بكرة. مش هقدر اصبر لحد بكرة. الليلة مش ممكن، معزومة في حفلة. ما تاخديني في ايدك كده تزويغة. عيب، لازم تكون معزوم. انكبست انا. حاجة غريبة. ايه هي؟ انتي غير البنات التانيين خالص، انتي أول واحدة تخليني أسمع كلامها. ولسه؟ طب أشوفك بكرة إمتى وفين؟ هتلاقيني هنا بصطاد. بس اوعي تصطادي قرموط غيري. لا ما تخافش. شهرين كنت اطير مش واروح.
له وادفع روحي تمن جناحي تمن جناحي. يا ولاد الحلال فيه جدع تايه اسمه حسن حسن اسمه حسن شغل الروح والبال بس دلوني اين حسن اين حسن اين حسن. يا حرام يا حرام بتحبه يا سلام يا سلام على حبه ونار حبه والله صعبت علينا شتى طيب ما تدلوني عليه روحي بلشت العيب بسلامته ساكن جنب الشانزليزيه ساكن جنب الشانزليزيه. Pas mon genre, je cherche mon amour. Laissez-moi, je te prie. Laissez-moi, je te prie. Moi, je n'aime que Hassan. حسن شغل الروح والبال بس دلوني اين حسن اين حسن اين حسن. والله صوت علينا شفا محدش يعرف راح على فين احنا عرفنا لما فتتي سافر هو على برلين سافر هو على برلين. In Ferguson, ich war die in Nieflissen. Gehen Sie, es war nie, gehen Sie, es war nie. Bei meinem Leben ist nur Hassan. Hassan, ja, Gott, will die Nähe, ja, Hassan. Ja, Seh, mit Salam, mit Alina, ja, Hassan. Ja, Hassan, ja, Gott, will die Nähe. يا ولاد الحلال فيه جدع تاني اسمه حسن اسمه حسن اسمه حسن شغل الروح والبال بس دلوني اين حسن اين حسن اين حسن. والله صعبت علينا شتى تايه يا ناس في طريق مسدود اخر كلمه احنا سمعنا راح يكتب عقدك هلود راح يكتب عقدك هلود. Not forget him, I will never let him go away, ever stay, go away, ever stay, because I love my boy Hassan. Hassan, ya kol, din din ina, ya Hassan. Ya say, yin talay, let alina, ya Hassan. Ya Hassan, ya kol, din din ina, ya Hassan. رحت ودورت في هوليود ما لقيتش فيها عيون سود لما وصفته هناك ورسمته قالوا لي الظرف ده مش موجود كلمتينا وشعرتينا حيرتينا وصورتينا قدامك في مليون حاسب ده يعني مفيش غير في حاسب. هو جنسه ايه؟ هو شكله ايه؟ اسمر في لون الليل ساعة القمر ما يميل ويبوس حدود النيل وشه يرفرف نور لفيت بلاد وديار دورت ليل ونهار ما لقيتش زيه سهر احلى من البنور. قد جاء حسن قد حضر حسن وأنا المأذون بأمر حسن العقد هنا والحب هنا والشوق هنا في الوجه الحسن. ويا فرحة هللي ويا فرحة سهللي ويا نار شعللي على فرحة حبنا الشمس مع القدر اهي وصلت للقمر والحب والسهر حيباتوا عندنا زغروتة للهنا زغروتة للهنا عقبال ما تفرحوا يا حبايب زينا حسن يا طول في الجنة.
خلي بالك يا أمل. إيه في حاجة؟ مرات محمود مراقباكي وشايفة كل حاجة. أنا متشكرة قوي يا أمل. العفو على إيه؟ قمتي بمجهود كبير قوي، الحفلة ناجحة على إيديكي. بالعكس البركة فيكي أنت، أنا ما عملتش حاجة. إيه الحكاية؟ تستغلي السكرتيرة بتاعتي في أعمال مش من اختصاصها. بالعكس أنا بعتبر أمل واحدة من العيلة والبيت بيتها. حس كده بقى، سيبيها تشوف شغل بيتها وتعالي انت رقصي معايا الرقصة دي. اسفة يا محمود، اصل تعبانة شوية. ارقص انت مع امل. يلا يا امل يلا اتمتعوا شوية، ده انتوا شقيانين طول النهار. خلاص بقى يا ستي مدام امرت. وفي البيت كمان حكايه قربت تتكشف. انا خايفه قوي. من ايه؟ تكون مراتك بتشك في حاجه. لا دي على نيتها خالص، اساليني انا. كنت هايلة كده تخدني؟ أنا آسف، أصلي كنت ممتازة قوي. متشكرة جدا. ممكن تسمحي نرقص؟ بمناسبة إيه؟ صاحبي؟ قريبي؟ معرفة؟ لا لكن ممكن نتعرف. طيب اتفضل. اتفضلي. اسمك إيه بقى؟ شكري. وبتشتغل إيه؟ أنا مهندس زميل أمل في الشركة. ماهيتك كام؟ قول قول ما تكسفش. هي ماهية بسيطة، 30 جنيه وسبعة وخمسين قرش وستة مليم. بس كده؟ وطبعا ما عندكش عربية. لا عندي. عندك ايه؟ عندي فيسبا. فيسبا؟ تلاقيك بتركبها وتمسك في الترماي. انما انت كنت باصص لي طول الوقت ليه؟ عشان اصل يعني ايه؟ معجب؟ ايوه بالظبط معجب. خدتي بالك؟ ايوه بس مفيش فايده من الكلام. كفايه كده بقى عشان لازم امشي. مستعجله ليه؟ اصل عندي شغل دلوقتي. فين؟ في المسرح. طب ممكن تسمحي اوصلك بالفيسبا؟ طبعا. ممكن قوي. اتفضلي. أنا متشكر أوي. العفو على إيه؟ عشان ركبتي معايا. بس كده؟ ابقى تعالى كل يوم. صحيح. فين؟ أنت مش زميل أمل؟ أيوه. طيب خلاص باي باي. مع السلامة. رجاء هتغدينا النهارده جمبري ولا هتسوعينا زي امبارح؟ لو كنت جبت لكم الاستاد امبارح كنتوا قعدتوا تاكلوا فيه اسبوع بحاله. ايه ده؟ فوت؟ لا عريس البحر. مين يا اختي؟ شاب لطيف جدا حب يتعرف بيا، راح غطس تحت الميه ومسك السناره بس ادها طلع من البحر. الله الله. يعني غمزت؟ يعني هو اصله طريقته فيها ذكاء. وانا عجبك. بعدين بقى تعالي هنا. إيه؟ مش تحكي لي الاول؟ انا مش مصدقه ابدا رجاء حبت. لا يعني لسه مش عارفه،
بس حاسه اني عايزه اشوفه تاني. هو ده، قولي لي بقى شكله ايه. شكله مش بطال، هو قصير شويه لكن دمه خفيف جدا، بس كدب بشكل. سرح بيكي؟ لا، كشفته على طول. اول ما ابتدى يتكلم قال لي انه غني جدا وعنده فلوس ملهاش اول ولا اخر. كملي كملي. وان قصده شريف وقلبه نضيف. بس قلبه فاضي، مش ناقصه يا عيني غير الحب. ايوه بالظبط. عرفت ازاي؟ عرفت، وبالاماره اسمه رأفت. انتي لازم تعرفيه. ما هو بسلامته الفتك اللي كان عاوز يزحلقني في المطب. اكيد. رجاء ابعدي عنه احسن لك. لكن انا مستلطفاه. دوات خطير. لكن انا شايفه ان ممكن يبقى انسان كويس. ذنبك على جنبك. فانت اللي بنقول عليك عقله. مفيش راجل في الدنيا يقدر يغصب واحده على حاجه هي مش عايزاها. اي بنت في ايدها انها تحافظ على نفسها او تلعب بدلها. هاي بيقابليني. طب انا حسبت لك ان اقدر اعمل من رأفت ده انسان جديد. مدام حضرتك متشعلقه فيه قوي كده، انا هكشف لك كل قلعيبه عشان تصحصحي. انت هتقابلي امتى؟ بالليل. هيوديكي كازينو مرمار، وبعدين هيمثل عليكي دور العاشق الولهان. كان بدي اقول لك كلام كتير راح مني، لكن بصي في عينيا يترجمولك اللي في قلبي، يشرحولك حبي. الخ الخ الخ. وبعدين؟ وبعدين هيعرض عليكي تقضي معاه يوم في العجل. انا وانتي وبس، بعيد عن الناس، في جزيره في وسط البحر، الحب يجمع بين قلوبنا. هي وبعدين هيحصل ايه في العجل؟ وبعدين هيحصل المطب. ازاي؟ انا مش فاضيه لك بقى يا اختي. مش هيرخص عليكي، عاوز اعرف بقيه الخطه. طب مستعجله قوي، عندي ميعاد مع بتاع كله. بقى ما عرفتش تربط دماغها؟ ربطت يا معلم. امال ما جاتش ليه؟ زمانها جاي يا معلم. ما اكدتش عليها ليه؟ اكدت والله. امال ايه اللي اخرها؟ انا عارف بقى. العربية اصطادت يا معلم. يا دي اللي انت جايبهولي ده، خنفس. انزل يا دي انت، قد ما جبناش تهمة. اوه. حاملة في نفسك كده ليه؟ وايه الوردروبة اللي انت لابساها دي؟ فده لو كون البنت قلبت راجل يا معلم. انا راجل؟ الله 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 الله. ايه اللي حصل كفالة الشر؟ اصلك بتتريق عليا وبتعايب على هدومي. يعني انا بقى مش قد المقام؟ والمرسي ابو العباس ما تاخدي على خاطرك ابدا، لازم اجيب لك بدل الفستان 10 وبدل الجزمه دست. ودست تقوم صرا فرنجه يا معلم. مش ممكن اقبل منك حاجه ابدا. ليه بس؟ بتاع ايه؟ ابويا، اخويا، خطيبي، جوزي؟ لا لا، الا دي الكتم. انت كلامي اللي بتقوليه ده لازم اقيفك. عارف لو اشتريت لي منديل مش هتشوف وشي بعد النهارده. عجايب. يلا بقى فسحني. وجب على فين؟ فساح. انزل. اروح فين؟ عند الغفر كده. طيب عكام. ايش بتكشك يا معلم؟ متنسيش ميعادنا بكرة. كنت عاوز أقول لك بلاش نتقابل بكرة، أنت متعود تقضي يوم الجمعة مع أولادك. اديت نفسي أجازة الجمعة دي علشان نتقابل مع بعض. أصلي خايفة كمان لحسن حد يشوفنا مع بعض، والموظفين ابتدوا يتكلموا علينا. ولا يهمك، هنتقابل في حتة بعيدة محدش بيوصل لها. أمرك.
خد الحقن اغسلها كويس ازاي. مدموزيل امل. ايوه. انا كنت عاوز اكلمك في حاجه مهمه. مش ممكن نخليها لوقت تاني؟ مش ممكن، دي مسألة حياة أو موت. للدرجة دي؟ إيه الحكاية؟ شهيرة قريبتك. آه، مالها شهيرة؟ أنا في الحفلة كنت معجب بيها قوي، لكن دلوقتي بصراحة بحبها قوي. كده على طول؟ مش ملاحظ إنك مستعجل شوية، وإنت ما شفتهاش غير مرة واحدة. كفاية الواحد يشوف شهيرة مرة واحدة عشان يحبها. أيوة، بس شهيرة بتبص لفوق قوي، وإنت يا شكري لسه بتبتدي حياتك. أنا عارف إن لسه على قدي، لكن حكافح هعمل كل جهدي عشان أساعدها. خلاص ما دام ده رأيك أنا هكلمها، وأنت كمان حاول من ناحيتك تكسب قلبها. متشكر قوي، متشكر خالص. أي دراعي. متأسف. كان بدي أقول لك كلام كتير راح مني، لكن بص في عينيا تلاقيهم يترجموا لك اللي في قلبي، يشرحوا لك حبي. مش اتفقنا إنك تبطل كده؟ برضه مش مصدقاني؟ لا. ليه بس؟ علشان احنا لسه في مرحلة الإعجاب، لسه ما وصلناش للحب العنيف اللي بتتكلم عنه. الحب بيكبر مع العشرة ويعيش على عواطف صادقة لحد كل واحد ما يحس انه بيكمل التاني. فصيحة بشكل. أشكرك. جبت الكلام ده كله منين؟ ده ما يجيش نقطة في بحرك. رجاء، انت مش مبسوطة مني. ليه؟ حاسس كده انك شايفة فيا عيوب كتير. كل انسان فيه عيوب، المهم انه يعرفها ويحاول يصلحها. وحياتك هعمل كده، هصلح كل عيوبي عشان تحبيني بقى. احنا فعلا قربنا نفهم بعض، بس لازم نتقابل كتير عشان نفهم بعض اكتر. وزي ما قلتي، العشرة بتخلي الحب يكبر. انا موافقة. ويكون اجمل لو اتقابلنا لوحدنا، انا وانتي وبس، بعيد عن الناس، في جزيرة في وسط البحر، الحب يجمع بين قلوبنا. اقول لك. قولي. تيجي نروح بكره العجمي؟ ها؟ عمرك اطول من عمري. انا اسف يا حبيبتي، مش حاضر اروح معاكم البلاج النهارده. الشغل اهم من كل حاجه، ما تشغلش بالك، انا هاخد الولاده في الصح. ميرسي يا حبيبتي. مستريحة لوضعنا ده. أنا ضغط على نفسي. ليه يا أمل؟ حاسة إني باخد حاجة لنفسي ومش من حقي. أنت ملك لبيتك وأولادك. محمود، أنا فكرت كتير أخرج من حياتك، لكن ما قدرتش. دايماً كنت ألاقي حاجة أكبر مني بترجعني لك تاني. أنا أنت غلطانة. أنت مش بتاخدي جزء من حياتي، بالعكس. أنت بتهوني عليا حياتي كلها. أنت لمسة السعادة الوحيدة في حياتي. خلاص
خلصت كل الكلام؟ انا عارف جرالي ايه، كنت زي البرابند، بقيت دلوقتي زي الراديو اللي ما فيهش بطاريه. عملتي فيا ايه؟ انا ايوه انت خايفه اتكلم الكلام ما يعجبكيش. بالعكس، انا احب دايما اسمعك بتتكلم وتنكت وتهزر. يعني اخد راحتي على الاخر؟ انت عايزه الحق؟ طبعا. انا اتهزيت من ايه؟ منك، شقلبتك يعني اوام اوام، سحرتيني بعينك الحلوه، اسرتيني بحبك اللي بيجري في دمي. ايه مش مصدقاني؟ لا، ابتديت اصدقك. ايوه كده، شجعيني. الوقت اتاخر، يلا بينا. يا خساره، مفيش حاجه توقف الزمن، ما بشبعش منك ابدا، لسه قدامنا العمر طويل. حلوه بشكل. الله، ايه زرجنت؟ اقدر اساعدك؟ مفيش فايده، انا عارفها لما تزرجن. وبعدين هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اقولك، نبات في اللوكندا للصبح. عمرك اطول من عمري. اتفضل اركب. اخص الله يكسفك، يعني هنرجع اسكندرية؟ عمرك اطول من عمري. ايه مالك؟ زعلان؟ بالعكس، ده انا مبسوط قوي. طب مش هشوفك بكره؟ لا، خليها لبعد بكره. اصل بكره عيد ميلادي. صحيح. كل سنه وانت طيب يا رأفت. متشكر يا حبيبتي. لا بكره. يعني هتيجي نحتفل بيه سوا؟ ضروري. هتحتفل بيه فين؟ عندي في البيت. معنى كده انك هتعرفني بمامتك. ماما، انا جبت سيره ماما. بقول لك هعمل حفلة صغيرة في الشقة بتاعتي. أوه. طبعا هتعتذري. بالعكس. هتيجي؟ لازم أكون معاك في كل مناسبة سعيدة يا حبيبتي. ما قلنا بكرة. نصبر لبكرة. واخر نداوة، غيرت لك المية والشيشة بقت فل. صحيتك يا موزة. تشنشن يا زوزو. أنا دلوقتي شايفك أربعة. ما فين أربعة؟ فوقتينا الله يكسبك. ولا يهمك يا معلم، خد اسكر تاني. بصحة زوجة. صحيتك يا موزة. في حاجة يا معلم؟ يا جدع افهم بقى. فهمتك، السحلة يعني. طب يا اخي ما تقول كده من الصبح. حاضر، يلا بينا الشرشر. يلا خدها ورايح على فين؟ انت مش عملت اللي عليك. يلا تهوى بقى زعلك. حاضر، ولو ان ده مش من اختصاصي. الله، انت بنت عليك يا اسياد. ما تشوف طلباتهم يا معلم. وانا اتاخرت عنها في حاجه؟ ما قلت لها تطلب لبن العصفور يحضر. اصل انا صعبان عليا المواهب اللي عندي. سلامه مواهبك يا ست. حرام تفضل مدفونة. مدفونة؟ مدفونة فين دي؟ في الغفير يا معلم. غفير؟ أنا فيهم؟
انت دينت حد مصلاتك عليا ليله. انت دلوقتي ظلمتنا يا معلم، بتقول لك موهب مدفون لازم نبحث ونطلعها. ايوه لازم نبحث ونطلعها لغايه ما تشوف النور. يا ستي فهميني، نوريني. عاوزه اشتغل في السيمه. بس كده بسيطه، تعالى السيمه يا معلم. يوه انتوا مش فاهميني، انا عايزه ابقى نجمه سينمائيه ومطربه. دي بيعملوها ازاي دي؟ الاول يعملوا شركه، وبعدين يجيبوا البطله ويأجروا مخرج، وبعدين يعملوا الفيلم ويعرضوه، وبعد كده يكسب دشيليون جنيه. خلاص نعمل سيمه، بس شرط نور، انت البطله. وانت البطل يا معلم. تقول ايه؟ تقول ايه؟ ده انت البطل يا معلم، ده انت البطل يا معلم. ايه تاني؟ مش هقدر اعمل بطلة. ليه؟ بطلة السيما لازم يكون عندها عربية. تايت والإناث، اشتري لك عربية وافتح لك شركة وأجر لك مخرج وأجيب لك كافة طلباتك، بس لغيني شوية. نغشينا شرشر. الله، إيه تاني؟ عايزة أشرب كمان عشان أتوه. فهمتك يا جميل. يلا بينا تفوق. أبيض؟ أبيض يا واد يا نور. تعالي من أحضر. حاضر يا حبيبي. صدقني يا شكري ما حصلش حاجة أبدا، ربنا نجاني في آخر لحظة. أنا مش بلومك على حاجة، لكن عاوزك تستفيدي من التجربة. أنا هعتبر إن اللي حصل ده كأنه ما حصلش، ومستعدة ابتدي معاكي من جديد، ايه رأيك؟ حاضر يا شكري، حاجة تحير. انت اللي محيرة نفسك، مشكلتك ملهاش غير حل واحد، انك تسيبي محمود لمراته وولاده. حاولت يا رجاء، حاولت كتير ما قدرتش، مش علشاني انا، علشان محمود. محمود بيحبني بجنون يا رجاء، لو سبته هقضي عليه. لا يا امل، انت بتغلطي نفسك، بتحاولي تدوري على حجة عشان تفضلي متشعبطة في محمود على طول. وانا كمان يا قبل عندي مشكلة. قدامي طريقين، اختاري لي واحد منهم. طريق بتاع كله فلوس وشهرة ومجد، وطريق بتاع شكر جواز وكنس ومسح. فانصحيني يا سيدتي، ماذا تفعلين لو كنت مكاني؟ انني حائرة معذبة. انت عارفة رأيي كويس في الموضوع ده. ايه الجواز والعرق والكفاح والدموع؟ افتكر ده الهدف الطبيعي لكل بنت. يعني انت مثلا هتتجوزي رأفت؟ ليه لا؟ رأفت ابتدى يبقى انسان كويس، بس بطل الالعاب بتاعته. فكرتيني، نسيت اسالك، بعد المطب بتاع العجمي ايه الخطه اللي ناوي يعملها في حفله عيد ميلاده؟ انا لحد العجمي وزوغت منه. ايه ده؟
طب ده عازمني على حفلة عيد ميلاده في شقته الخاصة. يمكن ناوي يخطبك. يوه بلاش طريقة بقى انت وهي. يا ترى مدبر لي ايه؟ ما تفكروا معايا يا بنات. طب ما هنشغل فهام اهو. اقول لكم؟ ها؟ إيه لا مش هقول لكم. كده تعالي بقى. تعالي هقول لكم. وحشتيني قوي. وانت كمان. عجبتك الشقة؟ عجبتني موت. تعالي افرجك عليها. تعالي ما تخافيش. اتفضلي. مش واثقه مني؟ جدا جدا يا رأفت. تعالي حبيبتي. روح قلبي. لوحدك؟ لوحدي ازاي والدنيا كلها معايا؟ امال فين المعازيم؟ دي المفاجأة اللي انا عاملها لك. انت المعازيم، انت اصحابي وحبايبي وحياتي كلها. يا حبيبي انا كمان محضرة لك مفاجأة جنان. بعدين بعدين، انت وحشاني موت. كل سنة وانت طيب يا رأفت. وانت طيبة يا روحي. اتفرجي على الشقة قبل ما تعرف المفاجأة بتاعت عيد ميلادك. ايه الرجاء عني؟ انا؟ يتقطع لساني لو كنت قلتها اي حاجة. طب انا اعرف انك انت تعرف رجاء؟ كدابة بشكل. زيك بشكل. مالك يا رأفت؟ متضايق؟ انا اسفة جدا، كنت متصورة ان المفاجأة هتعجبك. قصدك المقلب؟ لا مش قصدي. وعشان اثبت لك قول لي انت عاوز ايه وانا تحت امرك. عاوز اقضي معاك السهره لوحدنا بعيد عن الناس. بس بس فهمتك. يلا يا جماعه انصرف. تشاو يا بنات. باي 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 باي. يلا بينا. يلا يلا يلا. ايه الاخبار؟ لسه راسه ناشفه. اسبوع انتوا تحت لغايه ما تجيله اخر درس. لو اتاخرت عن 5 دقايق هنطلع لك تاني. رجاء خلي بالك من نفسك. ما تخافوش قبل 5 دقايق هكون تحت. يلا باي. ايه رايك بقى؟ مش رايق الجو؟ اهو كده الواحد يقدر يحتفل وياخد راحته. كل سنه وانت طيب يا رفت. انت طيبه يا روحي. الله على فين؟ هروح مع اصحابي. ايه الحركات دي بقى؟ بتخمني؟ ليه بس يا رفت؟
مش جيت لك واحتفلت معاك وقلت لك كل سنه وانت طيب؟ اه على فكره عيد ميلادك الجاي امتى؟ ميرسي قوي كمان. باي باي باي. مع السلامة. أظن رأفت بعد كده هيتعلم الأدب. بس صعب عليا قوي. مازن. برضه ما ردتيش عليا. يعني عايزني أقول لك إيه؟ تقولي أجيب الدبل. هندهشك؟ الوحيدة اللي قدرت تخليني احترمها. يعني نجحت في الامتحان؟ لا لسه، انا مش هسلم بالسهولة دي. بلاش عندي يا رأفت، كلامك عن البنت دي شوقني ان اشوفها واعرفها كويس. هي ساكنة فين؟ ولا عندي فكرة، عمرها ما ادتني فرصة اعرف عنوانها فين. ايوه شهيرة تبقى صاحبتها، ضروري تعرف عنوانها. شا 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 اوعي يكون رايحة تخطبيها. لا ما تخافش. امال هتعملي ايه؟ هعمل لها امتحان انا كمان واقول لك رايي. بس من غير ما تحس بحاجه. امال طلع لابنك. شا 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 شهيره، عنوان شهيره اهو. ما اخبيش عليكي انا معجبه بيه جدا، وده اللي خلاني احاول اصلح عيوبه واغير طريقه حياته. امال انا اقول ايه؟ ده انا بقالي سنين بنصحه وحايله واترجاه، مفيش فايده. لكن انت يا رجاء قدرتي تعملي حاجه. ابني اتغير فعلا على ايديكي. كلها ابني اتغير فعلا على ايديكي. ولاحظت كمان انه مهتم بيكي قوي، بصراحه بيحبك. مش سامع حاجه بتوشوشها. لازم بتخطبها. هو بيفضل مهتم بكل بنت لغايه ما يوصل لغرض معين. لا انت يا رجاء مش زي اي بنت، انت نجحتي في الامتحان زي ما هو بيقول. خلاص رجاء اتخطبت اكيد، امه بتقول لها انها نجحت في الامتحان. وانا الاقي احسن منك لابني، بس ساعديني يا رجاء. حاضر. مع السلامة يا ماما. مع السلامة يا روحي. مبروك يا رجاء. ميرسي حبيبتي. مبروك يا رجاء. ربنا يتمم بخير يا رجاء. الله يبارك فيكم. بس لسه شوية. هتخبي علينا ولا ايه؟ انا سامعة كل الكلام. انا فرحانة قوي، رجاء اتخطبت دلوقتي وشكري هيلبس شهيرة الدبلة الليلة. عقبالك يا امل. انا متعلقة، لا طايلة سما ولا ارض. ما انت اللي محيرة نفسك يا امل. عندك حق، لكن مش هفضل محيرة نفسي كتير. انا لازم اشوف حل حالا. ربنا يتمم بالخير. الله يخليك. مع السلامة. هو راح فين؟ راح مصر عشان يتجوز عقبال عندك. حبيبي الله يهديك، البنت ممتازة وعجباني قوي وبتحبك، وانت كمان بتحبها. انا بحبها؟ لا ابدا ما بحبهاش. ما تحاولش تهرب من الحقيقة. ما تحاوليش انت يا ماما تخليها تنتصر عليا. هي حرب يا رأفت. اكتر
فين أمل؟ أمل ما جاتش النهارده يا فندم. والله يا عالم، علشان كده كل الشغل متعطل. شوف لي مظافة تقوم بعمل السكرتارية. حاضر يا فندم. ادخل. افندم. اكتبي جواب للمؤسسة وقول لهم ان الخامات المطلوبة ما جاتش لحد دلوقتي. سيادتك مش هتمليني الجواب؟ افندم، هي حصة املة؟ مش عارفة تكتبي جواب؟ اتفضلي. اتفضلي اخرجي برا. الو، عايز حد يديني الحقنة. حقنة ايه؟ الحقنة اللي بتدهاني امل. يعني يوم ما امل تغيب تخرب الدنيا؟ انا جيت علشان اتفاهم معاك على رواقه، ندور على حل يرضيكي ويريحني في نفس الوقت. انا مش طمعانه فيك يا محمود، وكمان ما اقبلش ان احرمك من مراتك واولادك. انا مستعده اضحي بحياتي عشان راحتك، لكن كرامتي فوق كل شيء. انا ما بطلبش منك حاجه كبيره، بس حاول تنقذ سمعتي. تحت امرك، بس ايه هي الطريقه؟ اي طريقه تريحك، ولو في السر. في السر؟ يعني نتجوز؟ انا ما استاهلش يا محمود. انت تستاهلي كل خير يا امل، بس ارجوك تفكري في حاجات كتير. فرق السن اللي بيننا، وضعي الاجتماعي، راجل متجوز وعنده اولاد، دي كلها حاجات لازم نفكر فيها. انا فكرت وخلاص. طيب اديني فرصه افكر انا كمان، ارجوك. مدموزيل شهيرة، الشهيرة بشرشر. ايه ده؟ حصل. اتفرج يا سلام. تعالوا شوفوا عربية سبورت تجنن. انا بقى خلوني اتفرج شوية. الله، انت متأكد ان العربية دي بتاعتي؟ طبعا، ولسه في مفاجآت تشيب. انتي مجنونة؟ راح فين يا شهيرة؟ طالعة سلم المجد وشكري والدبل. أفلام شهيرة؟ إنتاج وتوزيع وعرض أفلام سيماتوغرافية. لا ولسه، اسمحي تبصي.
كسرتي انا ولسه. تفضلي ايتها النجمه السيماتوغرافيه التي لا مثيل لها. مين انا؟ ايوه ميرسي. ريفر ماي. اهلا 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 اهلا. تشكر يا معلم تشكر. انا وعدت وعد الحر دين. اتفضلي يا حلوه. وادي اوضتك بصفتك صاحبة شركة سيما، تستريحي فيها، تمثلي فيها، تحت امري. كمان في مفاجأة تانية. ودول تتوبيهم في عرق العافية. ايه رأيك؟ الله 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 الله. أظن بعد كده مش ناقصك حاجة أبداً. إزاي بقى؟ ده أنا ناقصني أهم حاجة. اللي هي إيه؟ الدبل. الدبل؟ ودي لازمتها إيه؟ لازمتها إيه؟ طبعاً نسيت كل حاجة. ما أنت كنت سكران تينا، ما أنتش عارف عملت إيه المرة اللي فاتت. إيه اللي حصل يا بنت الناس؟ بتسألني؟ ما تسأل نفسك. لازم تصلح غلطتك وتتجوز. لا، حقك كله إلا كده. أهو ده اللي مش ممكن أبداً. ليه؟ قلتيلي ليه؟ بقى الشرع يا أختي بيقول مثنى وثلاثة ورباع، ما قالش خمسة أبدا. يعني إيه بقى؟ يعني نعيش في التبات والنبات لحد ربنا ما يفتكر أعرابة بالأربعة اللي أنا متجوزه. أربعة؟ متجوز أربعة؟ آدي الله وآدي حكمته. لا، المرة دي بقى أنا اللي هعيط. الحق مش عليك، الحق عليا أنا اللي صدقتك وحبيتك. يا كذاب يا غشاش يا مخادع يا وحش. أنا كذاب، أنا غشاش، أنا وحش، أنا مخادع، أنا مظلوم. أهلا شكري. جبت الدبل؟ جبت العربية دي منين؟ طب هلك المعلم مش كده؟ واديتي له ايه قصادها؟ شكري اديني فرصة افهمك. اسف عمري ما هفهمك. انت ماشية في طريق غير طريقي ومش ممكن هنتقابل ابدا. سيادة المدير في أجازة النهاردة. حرارتك طبيعية، يظهر إن أعصابك تعبانة شوية. قولي إيه اللي مضايقك يا محمود؟ لا أبداً ولا حاجة، بس أنا زهقان شوية. ما تخليش أي حاجة تضايقك ولا تشغلك يا محمود. صحتك بالدنيا إحنا محتاجين. كان لازم أروح المكتب، في أوراق مهمة عايز أمضيها. ما تشغلش بالك، أنا هبعت أجيب لك الأوراق تمضيها هنا. ألو أمل، أنا مدام محمود فهم. أهلا بيكي. محمود تعبان النهارده مش هيقدر يجي الشركه، لو سمحتي هاتيله الاوراق يمضيها.
ايوه هنا في البيت. اهلا وسهلا، شرفتي يا امل هاني، اتفضلي. عاوز اكلمك في موضوع مهم. اتفضلي. انا اتجوزت محمود من 15 سنة، كان لسه بيشق طريقه علشان يبني مستقبله، ووقفت جنبه لحد ربنا ما وفقنا وكافئنا على تعبنا. افتكر بعد ده كله مش معقول ادي فرصة لأي مخلوق انه يهدم كفاح عمري بحاله، ولا ادي فرصة لأي مخلوق انها تحرمني من جوزي وتحرم ولادي من ابوه. انا مش فاهم. افهمك. فهمتي ولا لسه؟ اخرجي اخرجي من حياة محمود خالص. تعال يا محمود. اقعد اقعد يا محمود. كنت عارفة؟ كنت عارفة كل حاجة من الأول، بس كنت متأكدة إنها غلطة بسيطة في حياتك هتصلحها في يوم من الأيام وترجع لبيتك وأولادك. وما تفتكرش إني زعلانة يا محمود، الحب اللي ربط بينا لازم يغفر كل غلطة ويصفح عن كل شيء. أنت إنسانة في منتهى النبل، أنا آسف ونادم. الو، انا محمود فهمي، اديني مدير المستخدمين. ايوه، اعمل قرار بنقل امل حسني لفرع الشركه في مصر. ايوه، متشكر. نصحتيني ابعد عنك، ما سمعتش كلام، وادي النتيجة. كلنا في الهوا سوا، ما فيناش واحدة وصلت لحاجة أبدا. ما عاد أنا طلعت من مولد بعربية وشوية فساتين. مكسب كبير قوي. كان ممكن أكسب أكتر من كده، شركة سينمائية وبطولة أفلام، لكن أنا طلعت خيبة زيكم. هي النصيحة إنك تبيعي نفسك لعزيز عشان الشهرة والفلوس؟ أنتوا مخكم زينك، هتعيشوا كم مرة؟ اهلا يا فهمي. اهلا. عزيز بعتك ليا؟ ايوه. ها عايز نروح له؟ لا، عايز مبتاع العربيه. ايه؟ انا كنت لسه رايحه للمعلم. ما تتعبيش نفسك، المعلم نقل على جو تاني، مريحه على الاخر. بنت عندها مفهوميه، لا سيما ولا تياترو ولا جواز. ابي بالمفاتيح. يلا يا بنات. على فين؟ نلم عزلنا ونرجع مصر. السيف خلص وراحت زهوته، أحلامه السعيدة. يلا.